هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خيارتا شرفت لأي ملك صدى عالم كي يدريد وكتشفتان صدى وادا ومولالك المسكين كان عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي وما أنت يلقان إذن كواهي برنامج آدي آد وحي سبدا وعيوان كسوي هاي يا كدم بي علاد دقالة سكية كدم ما هو أي بلا دماتك أي كتشرة دلك هو أي صوماليا يا سكردرن بيلها السريبان إيه هبر قدر إيه بيش الرئيسي عسين مريحة وإسكوه الفردي يدقى لغا يابا إن فرح اللي وقبتو إنتا ودا حي سحانا مبوري إيه بنقل خيار تشرفت لك سودا واد نمانتين ومسكين كان عبد الرحمن بن عبد الله بن حاج وكسون قبل هذه الصوماليا المدو غير رجل جدود وادتك وقول لي مكبدن صوماليا وانا دتك مي يا مقالبة اي كد قلا هذه صوماليا هذا بدتك اسي دقال يا ندى ايا ادك سنيا يا سكو دي رجلنا يا اولاد يا سهورنيا ان ايغون اسحا سوقان يغا دحدود يا مبيلها من ريحان اسحا سوقا يا بيشي ديرد اسحا سوقا يا سابر قدر اسحا سوقا يا ايغي دحدودين سحسوق هيا بشرتيني يا بر قدروا سحسوق هيا هير مدو غير هيك القدو الدوين هي باقي يا بر هذا بقى عن شيء شيء مياه كتير تطلو بصدتك أي عراد أي دقال كأي نب كأي قعر كأي بلد أي باس كتشعل مس وحال لا يا هاي عقال أي وحجرد أي سياسيين أي ضد كان كلا لحقا مس عن شيء شيء ينجو يا دلا قد ماي قفلوا ورأيك أو تكلم كرتها مسكح هذا أنا وفري كرتها. ذلك الصومالي محمد بن عبد الله بن محمد فرماجو أيا السودان دير قصوا مري ذلك الصومالي قيبة كم إذا وكم إذا يجين قبل هذا فري نقال يسوق لك الكذب وينه وحاول مشاري عادي عاد وفر بطل سدوا كلام العوينه وحاول وادي لا يكيد مهي هذا الوقت السلامي السلام عليكم هذا القاعد الوقت السلامي أيه السلام عليكم وعليكم السلام ورجع لي برنامج كان السلام الله عليك واحد ما مغلسة هيه وما صنت يا هورنا هي هذا يا سكدم بي يرمدو بطاقن كودا حن يرجل قدود وشيو معلات بلا ورنيا واحد يوم مغش ريب الباكر دران مش ريب الباكر دران يا إلهي يقان أو مد الرسول كا لكن ما أنت يعني واحد شيء هي عدة كردران سلاباني ريز يا حسين عدة كردران يعني شيء هي واحد كردران بيش سلابان إيه برقدر باكر دران مسكين قال حمقري هيس يا حسين ورقيق الدرية وانا عضيني يا دي لا يكد ماي نكاسا يقدر حق لي اوي العراض بظهور نساء انو نبضوهم بانا سلام كان شلعان يا الهاوية وصوبولو وصوبولو دقاتي صدق لكن ما انت يبقى عضيني يا سليمان ولا لا يحريح حاج سليمان انا كقر درية بيش هيس يا حسين امر ريحان انا كقر درية فانا لقاتوا عضيني ظلم قناء والهورستي قناء كما الله السياسي يكم إلا يوحي وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لبقى قبيل هذي الدرال لبقى حوض لبقف نحاض نبض نحديق فإن بغت إحداهما على الأخرى مدود هذي مدى كركا قردران طي فقاتلوا التي تبغي لا الدرال مدى قردران حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى أمر الله إلى أي أمرك إلهي يشيس كاي ونغط فإن فات حدا يوصل نغطه أسلحوا بينه وما بالعدل نبض بحدود الدقة وأقصدوا عدالة سبي إن الله يحب المفسدين إنما المؤمنون إخوة ما لا يدبر الناس وحان إن صومالية أنا يا بنعي وحال يري
ninka qaadiga ah hee wiilkiisii waa burcad. ilaahay baana ku dhaarishay wiilka dhiilka wiilka burcadka ah aabihiisaa qaadiya baa la yidhi. xaggii cadaalad weliya marka war ahlusunna nimanka sheeganaya iyo nimanka galmudug sheeganaya mooryaantoodii waa celin la'yihiin tuug weeye nabadnama soo wadaa mana rabaa nabad bawi meeshaan dowlad soomaaliyeena kama jirto wax galmudug la yidhahdana ma jirto dadkan masaakiinta oo reer miyiga oo ehelka oo wada dhasha isku diinta isku dhaqankaana maalintay dooran baa niu naaqus iyo xaaraan iyo ethoobiya iyo najis iyo n g o iyo mujrim qaatil ayo qarandumis iyo qaaqle iyo qabiilaysta iyo khamriysta iyo alkoleysta isku baabinaya sababtoo ah nidaam cadaalad iyo nidaam baalki ma jirto. xoolaha soo dhaca efertuug baa cunta magaca ahlusunna magaca galmudug waa la qaybsadaa dhusamareeb iyo cadaalad ma soo dhaafaan wax galmudug la yidhaahdo oo shaqaysa ma jirto. efertuug oo xildhibaanaa oo afka loo buuxiyo la aamusiyo bas iyo niman naba sugid la dhaho iyo booliis yaryar oo hadii laa kud maayo gaas iyo batrool loogu shubo hadii laa kud maayo mooryaantiina waa shaqaysanaysa system cadaalada meeshaan kama jiro sidaba heshiis dhab oo dadka kana kala dhexgalay ma jiraan. haddii laa kud maayo baaraka allahu fiikum magtoodii iyo wixii ay kala qabeen oo loo kala garnaqay ma jirto. meeshii ay maaragtay xoolihii ay kala dhaceen oo loo kala celiyay ma jirto. dhaawicii oo haddii laa kud maayo loo kala xaqsoonay ma jirto. waxay kala tirsanayeen oo gar inta loo dhigay loo kala garqaaday ma jirto. dowlad kama jirto halkakan, nidaamna kama jiro, nabadaydna kama jirto. warkii madaxweynahana daaqada laga tuuro, lacag baa lagu cunay, hilib baa lagu cunay, xoolo badan baa lagu cunay, dadkuna ayaga madaxweynihii jacayl ay u qabeen mashxarad iyo alag la dhacay oo hubka iska dhigay ka kacwey wax nabadoo meesha ka jirta ma jirto. any day any time baa lasku dhufan karaa dhammaantiin gaarsiiya asxaabta kale ee hadilaa guud maayo waxba yaana warkay ku dheerayn. saleebaan baa gardaran, saleebaan waxay ku gardaran yihiin beesha saleebaan ee reer xaaji suleymaan ee habargidir baa gardaran miskiinka allana gartu u raacaa iyo cadaaladda. in allaha yaamuru bilcadli baa ilaahi yihi subxaana watacaala waidaa qultum facdiluu imaamun caadilun weye ninka kale boqol shan soomaaliya toddobada ilahi hooska iskahariinay waxa kamida imaamun caadilun baa ka mid a. xaqana waa la sii daayaa baan ku yidhi habar kuulay maane habar daarudaa ka naxdo ama habar hawiyaa ka naxdo ama habar gidira ama habar ma hadilaa guud maayo ma reexaan ama diiniha ka oxanaaqdo hadilaa guud maayo anaga maxaa iga galay runtaan sheegaan hadilaa guud maayo. waxay ku gardaran yihiin beesha reer asxaaji suleymaan oo walaalahaya ee habargidir waxay ku gardaran yihiin soomaaliyeed horta tignikadii baa la saaran yahay dartaan reesiya xuseenna tignikadii iyo baabuurtii tignikada ayay fuuleen. kadib markii beesha saleebaan ay degaankoodii soo gashay iyadoo tignika wadata bal dad daaqma rabnaale walaalayaalow dhulkiina ayn la daaqno may dhahaan walaalayaalow degaankiina aan idinla daaqno walaalayaalow abaar baa jirta walaalayaalow silci baa jira walaalayaalow daaq baan doonaynaa biyaan rabnaa walaalayaalow aan idinla daaqno tignikay soo kaxaystee marka hore ilaahay baan ku dhaarshay nin degaankaagii tignika kusoo galaya ka war nacam dadku degaan bay kala leeyihin hadda cadaadaha diinta ma reexaan yimaadan ay tignika lasoo galaan ka war yaa yeelaya waa ninna taa waxaa ka daran beesha suleymaan reesiya xuseen waxay leeyihiin nimankan dhowr iyo toban nin bay naga dileen sagaal mise toban baa reesiya xuseena hal reer dalal midreer maxamed guuleed dhowr iyo toban nin bay naga qabeen ilaa afar iyo toban nin bay naga qabeen saddex toban ilaa afar iyo toban weeye nin bay naga qabeen oo naga dileen. reesiya xuseen wixii laga saleebaan ay ka dileen ma laba mise mid magtooda waa bixiyeen gabdhana waa siiyeen saleebaan ma wax kaloo ayn ka maqan baa jira soo sheegta hadday jiraan waxay dhahen reesiya xuseen war nimankaan na dilay oo dhowr iyo toban kani naga qaba oo na dhaawacay yaa degaanka nagii noogu yimid haba noogu yimaadeena waa walaalaha yee tignikay wataan tignico ayay wataan tignico baabuur tignika a niman reer miyo wata saleebaanna ogow burcad badeeda nimankii maraakiibta dhacay burcad badeeda saleebaan bay ahay saleebaan tignika laguma gaaro kaaga daranta saleebaan niyu naaqus aadi mahay saleebaan ethoobiya iska celin mahay saleebaan xaaraanta niyu naaqus aadi mahayo saleebaan marxaanbu ku adagiya maruu dhac weeraro maruu cel soo weeraro
مرو راسي حسب نفطه مرو دري مريحان سكون نفطه مرو عاير يسكون نفطه دينا يقول معي والريحة سليمان أبو أنا نبضون هاجرتين أهل الدين باتيين معاي تاعي ضب نبض لقاطي مريحان أبكي ولا غنيك خبكي ولا غنيك نبض سوقي دعابد وغنيك هايز وأن ريحة سليمان سليمان نن ريحة سليمان أيها يستطيقني كذا عابد وغيست أقول لك الشيكا كويس تدري لك بالله أمر ريحة سلك قلني أصو أمرك من عوينا أو كاس معي وحقدر أن تهاس نكاس نبض سوق ده هايستا وأنا جاي بقدر وتاني حبيت أقول دي بخرج الصومالي ساسوي تاي حال مرنتي يعني قدومية من عوينا الصومالية أي من حتوين الصومالية كبه هايستا واقع أنا قوم أصل حد إلى لنا هيا أيها هدي لك ما هيو أيها هي يعني. نكاس وحا سو مغعابي نينكي نوب سوغدا غلمد وهيسن جيري با سو مغعابي نينكي غلمد وهيسن جيري يا سو مغعابي او قلبي دغ حديبي عشان على سليبا هي اروح شلون هي بان ولاكي وحا اي خلط بوها وانا قاطي وا اي جيده يا وح ديبا هي من ما جو انا كور هي نوب سوغدا الصوماليا ان نوب سوغدا ايتوبيا لا غا بني نسشيل هل يا بلشيل سكت الصومالي يتوبي عند كويس أم صب عند كويس واحد عنه وبتشر بتشر قرح يلا وحاجة دم بيا أم صب وتشر صب يونايتد نيشن قرب هذا بذوي ما كتب بيسا أفريكا يونيون ما كتب بيا عرب ما كتب بيسا أجري ما كتب بيا لوجي قلت لك الدفاع قرن كبرلمان كوجي صار ينتحر الحين يزقلي المركي عبد الله نواقي إذا برلمان وإن أجانبته وصوشيو ورامي صب أنا بسويتي عيد ما أنا بسويتي الصومالي يتوبي إثيوبيا توغريسة بروندي ما توغريسة أوغندا توغريسة جيبوتي ما توغريسة ما راح كقرا عيا ما يدخل لك تلعب صغير شعب كبابور تودي كيلومتر فرصة أوطول مرية قط حل لك رمي الحويري إلى زوزاري وسيكا عشان نجيو من أمني قراني من أرمي أقودان مجلو وهم مقلعي حال لامنا هاي مركة نبت دي من الحويري والصومالي وين وباقي الصومالي وين وين وقاسي ما تشرتين يا واه قاسد نبدي قال كعيب حالة قال كعيب نبى لو قدي أفكار صدق وانا يا كذب من يو ناقص إثيوبيا أبيسوم يونايتد نيشن ما كذب بس يا فلنا يا دارود يا ويا فلنا كيمد سمع لك البيت كيم إيه الرب هو بيسر يا ديك سر يا قف قيد دوران بقال كعيب يقول عندي كلام يو ناقص إذا ما نبسوقت الصومالي ورهد حوية موضوع عن الصداع. الحوين هو جدو حسين بالسمعية كم بالسمعين لكن تبكي مريحان كتحدثي. مريحان كتحدثي بعد ذلك كلاي. علي يرد رول بأسلاي. علي يرسي حسين بأسلاي. علي يوردع بأسلاي. رسي وردع يرد رول بأسلاي. هيد رول يرسي حسين كان يكما سوى. من بيس الله هي. رسي حسين علي بأسلاي. كنت حسين كنت حسين انتم حيقبت مايا. ورتد كان انت لا سويه ولا ولا رياض ميقا كادمه تريسي حسين عليو ميقا كادمتي خير دلو ميقا كادمتي وردعي ميقا كادمتي شفا شفا او رسمو ميقا كادنتي ان ددكي لوكال حق صوره ميقا داوع كان نقطي ميقا هانتي كان مخن ددكي لك القبو جي سوما دولدو العقي خرش كبيس ما يوصور با مرق يوصور يوصور تدكوف جوادين لعوينا يوهو قاسمين لكن دي بوشي سيب بابا إلو سمي سما دكي مدعين دي بوشي سيب مدعين نبات عقاية كتاقاتا بوي قرية تدكوا عدين وينو قاسمين أمريكي مدعوينا لكن وحي شيء صدد كان نحن دي مجف any time بس كنو فنكرا حبايا بيلي يشيل تدكا عنا ايه اسنتو كدي او سيالي او ولا لوبي او ترامي ان اهليهين او كلام مارمين او بيش سيب مريحان اي سكلام مارمين قلت عادي علماء يوغاسيل ان بدون نظر يا مدعوينا خاطر لكن لما كان دحجرين الى هذا الهيش اسمه ولا مصري انا ابو رشد صومالي مدعوينا صومالي عن الباقيه انت يا فضيحه كود عن جانب مدعوين قد كان وحي كانت ترسنيان دقدق وين مقطع اي كل بيع حولها كل قبان وين كل بيع تجي لله وين كل بيع نمن كي دبي يا سا ودك دلي عامل اقول احتوبتي يا عامل نحمري مدعوين وحوس صار وقرار لسوق ترقص قبل قصيدة لا تكتب مقالة دحمرية ويا نكان نكيس نكيدام مقالة دحمرية
حيث أنا بدي جلد مركب وياي ما حيث أنا بدي جلد مركب نجي قاتلك أوتتك الدلي يحرقون إياه وطلع ماشى طريان ويالي الشيء وعليه من دعوين الصوماليا هنت اللي دي الشيء بريتو ابن حصن دونتا وعليا وكان وكير ووهاء أرتدك غنى لوك الحصور ورولا لا يدر ودرس كالله مريحان حر عليه ما انتي افرت بقول لما ليسي وحانا عنينك كلية وبيش سلم الريحان وكورتش دي دلعك تاريخ بيش الدر مدى حيقا دون قتال كاس نينك صوت درع بل سوقي قربة شوقي يدير شوقي يدير هل كان دير مركان صوق علينا قربة ايقا دي نوي مو بدين حر على قبر بمكسيرنا وحاوي وركتش وغم الريحان ورني ما كان علوم مدى اولا لينا او درتا او دقاك لين اذن لدك او قبلها كلا قبطا او ولي ابتي ستين وركتشو ها ما يا تقني كذا تنقي يلا بيبا يلا هلاصو مركزة درتي عمر قيلة اتي ايتوبيا اتي اسا اتي كونفرنس هبر قدر ان ايضا دقاق هوريك صوكش عين يا سليبان يا 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 با مركزة مريعان لقا دقا دلاي كودنا معاو دير قرانك دلاي كودنا يساء واخر نسي دلاي كودنا يباشا دلاي سلمان انتي كوبات بالمريحان لحين ورشوب ما يا لما نحن مجرمين واحدة ما يا تقني كذا وين ترسال الوصف لبو فيه مغادي حرارة لبو فيه وفو مع لبو فيه ورشوب ورين على الليح ورمسل نتيين وروا ولاليين ورادات حوق ليدي المريحان وناقين اللي مروحها وصي صنيه وناقص ما وصي وركان ايس كدعية وركان ايس كدعية شن كون اويل ما انا لما كون اويل ما كفر ابو فكرت الى اي هر قلي قلت على انه ناقص اسكب فيه ناقين نوصاي لما كان مساكين دو درس كده لا اسكت داي سا قطن بلغة دي لسا انها جوغة جوغة سا نمان مجرمين اصلا امين حلقة سا بيبا هنك على غب صدا وكارا على غب صدا وقريا هنك على غفرتا ونحن بلغة دي لسا ما عند ما يسوانا سا تضبات بلغة دي لسا ما عندي ذا ميدي وريا ننك كان وانا يعقل بذي ننك كان ننك كان ويرو لو ننك كان ننك كان حنو الشيغي واكنا ما أنت أصلاً ما نعصت أمري أنا عويل أنا رجلك وريا رجلك وريا عدي لعبد وريا هاي نداس وريا دراس وريا رجلك عدي لعبد إيد الرجل إيد هذا كيف وقطع طي كاس قرابة دي سيد أو يصدم يا كغني مطي السقع فتي يا ذري أو ويا لو يصدم ها كغتر سيد هذا أنا وادي أصح سق ما أنت قبل ما بنا يبي عوي ورالك أوهي اللي قط يقرد ربي يريح صلى الله عليه وسلم سان قبورها كرم بالصومالي وكرم بالصومالي بقى وانت كدو بستاقي يا المريحان مركا علواي مريحانو مريحانو دول ميقا داية قرد الرد الداية ولا لين دروا ولا لين وإهل كين وحنان قبينا وحنان قال غني ما لين تاسا هو قتل أيها ما لين تاسا سكن ساكو لغني بيبيدي مريحان لو وقف صدي نادي لها كود مريح تعب الله يوسف يمورغن مع الوحيد اني كوشي ندلع بيبيدي ريور سبيع لو وقف صدي حان على مريحان مورغن بوحو وقف صدي دمو وقف صدي مورغن مورغن وقف صدي ولا يبي الله نبيل دي شغل كسماية لو وقف صدي مريحان كوب صدي نادي لها يوسف دربان نشي اقف طبيعي يا حبيبا يا الحلاق الداروديين اليهودية دلعي اي كفتوا يا الداروديين دلعي كنت باي مركب مريحان اي انا قدقى دلعي كنت بيتي باتي مريحان الى اي مغردي زبب بيدي وحيكو قبصتين اسمعي قبصتين مركي تنبن حزب الاسلام وقادين هاي حزب جعار ولا الشباب هاي ومجرتين كركين اسمعي عند عضو أنت مركّع هيستل يرا عند عضو مركّع هيسوق عضو هدي لا كده لقى بودي شخص شريف أحمد مدوبي هدي لا كده ما يو مفتقه ودي هدي لا كده ما يأذو نيروبي لا فتوى ضي أتي لا قصر هدي لا كده برهيل على ساق ويا بدي تكدي بدي تكدي ما كي عمري بدي تكدي ما يا تسمعي تكدي برهان ما أنت من قبل النقود قبل ما انت بين قدام بالرهيل على الكجر هيرو وها ما انت بالرهيل على دقه دقه توري من بره دقه دقه على دينك ما هي مركه وحوي تطك الصوماليين واسعليين لكن ان لو انك الحق سوري وظلم
أو إيمان يا سلابان يا هذا وعني هبرقدر سلابان هبرقدر أو أنت تجني كده يدي سوق أنتي أريا أريا داقان دورين أريا داقان ربنا أبارة جلتو ما أنا داقان وادت تجان كود بيتجني كل صدق عليا إلهي يا يقان ورورالو مريحان كي مركب حيدها حيدها ورنما كان أفري توني بينا يخبر مال أي مقن قصية أمر هالي هذا نقول له أما أي دعوة عن أجل واحد سيد مجد نمكن الله يأي أو أفر يتبنك أن ينقبع يا هذا ما رأيت هذا لا تقرأ كان دقاء كان يقول له وقت نمكن أصلا المسلم يوسع ده ما نبب يوسع ده ما قول عن نبي الربان يا هذي بس كبا بمسولك سلابان بمسولك خنت والا عدي الكهر والا عدي خنت والا عدي وحي كبنا على هالكهر هبر قدل أي مرخاتك أهو سلابان بمسولك بارلمان كونو حفري عدادو بارلمان كقل مدوب بمسولك شيخ شاكر بمسولك حاف بمسولك عير بمسولك سعد بمسولك ادي لك اسمع تعال قص عقل مدوب لي ما شفت حرام وعكر وحي موريان تابا حبد الريداي وانا بسوقها او قاضيه كحبد الريداي اي كرسي فدي واسكو مد وانا اسكو عقل ادق ايو نبا دورك ايو كان عصدها ايو شيخ يشرف اسكو عقل من طب كان إلك العيوب ما راح ما لقدي هوك ما لقدي السلام ما لقدي ما لقدي هبل كتير ما عين لقدي ما ساعة لقدي ما لقدي ضد خريعة لقدي ما لقدي ضد تذكر الميجا ولا لو يير ويا وأنا كلك بسني يعني وأنا سرع يعني ما لقدي اشترى بالمكان نبض نبضت كأدري إنه أنا نودي لك بدم الله ندي لك بخريعة نيجا وقاس كم الريحانية يا أنيجا يا شيخ شاكر بس صوتك ندرس صوتك هاي صوتك ندرس oo sidii deegaanka loo nabadeyn lahaa halkaas khudbada ka laga soo jeediyo la isku ooyay wa ayay mataa yatimu albunyanu yawma tamama idha anta tabni wa ghayruka yahdim hadan lana anaguna hal walaalo oo hal ishi oo fataqullaha wasil udata baynukum tub moryan aane ayaga duubanaysa sey la yeliya mar waxaan leenahay habar gidir ay iyo bare bala mal waashiye magtiina waxa la weeshi in la suuliyo wixii magla kala qabay dadkaas weeshiye حلال أول هذه نبض وارو نواق وان ليشي أم ريحان يدر وشي أم ريحان يعير وشي هم كورنع يقول بلا فريستا يودي لا يقول ما ين أم ريحان دجال كيس ورنع يسلمان يسعد لنا يا أم ريحان أي قال الصور نبض كل الدجال قال وصل نقطة دل كينا نيو ناقص بغات حدود يو ناقص بقولات كيلو متر بغات هم كان الشعب كان نيو ناقص كله يلي يلي يتوبي وروحه سوى عقلي يعني ما يوم روحا عقل مع فحال عقل مع نبضنا مع واحد يا كذب يا مركا أراد أنا واحد مركا وبا غير ريحة سليمان ما كتس كم دهي ريحة سليمان وضد أخيار أياتي علماء الدين رئيس يا حسين يا مريحان ما كت كتبتان سيا كتبتان سيا ما كنا بحية كتبنا بحية ريحة سليمان تكني كذا من أصول مورياتي أبدك كل عيسان جرتين إسكالي رايحة سليم لأنا نبض بعد علي دقان كوالا ولا شيء إذن كان مدح تدك قوة تدك عن عيسان سالو رلمية مدح لي سنة أتيه هبار قدر اللي نكي يلي ماهي ولا ريال ولا اللي نكي يلي أما عيامد وين حرطة أما مارو تموريان إسكا كيسرية إذن كان أبو سوق الدعيستة وإذن كان دلت الحكومة وإذن كان شيخ شاكر لبحي وإذن كان حافة لبحي وين كان بسوق ده الصراحة والبعض قال مدقوا على إذا دوا السعد يا سليمان يا عين مرة هروح حبطت ما يصير وسارع عاد ما دوس كهلين الربا جدوس بوليس يا نبض قليك كهلين قاسان يك مسوي حبك كويسة ماريت مستر أقول إنه حي كويسة هذه لا يقول ما يوح وين كويسة مرة عرفت ما كده ينكر مرة عام سليمان يا هبر يا عين يا درع ولا على يارو كداي أو درك كداي أو يدك بس كداي أو مترتين كداي وين ما على يارو هبر كده ينبض خاط لا يبان يكون داري إلهي من كل دارش عبر قدري كل ما هي الله قد قاتل إلهي من كل دارش ليون ناقص يعلم في الناس كده عندنا داي إن برشمين تأذوا الضار داي سلام دعدير دعدير كان لاي أو كان لاي الله ما بارك كان لاي ساس المسكين قال لي دكوا دولا هي ور إلهي كي يا عبر قدري على وعام السبع سكك عنده أو يونايتد نيشن سكك عنده هاي واحد سوت هذا مرة عقل مرة waxaan leenahay ciidamada AMISOM waxaa lagu ballamay 1982 inay baxaan
مبحياني حتى الديارة ده هي لي أنا رسي أنا مدلينا أنا روبا ديو ويسد إن لينا مغدشة يكون قول عيان ما حكى التوانيان وروحا قرح يضا بحية وحا قرح يضا الردو وأمسن على السبب كانت مغلي سامع ويلا اللي تلا صوت تدريس روح إلى لقيت وقتها ماشي قرح قدعي دوي والله بالله تلاي على السبب كانت مغلي سامع ومخابرات عالمية وتبوي مخابرات ويا الشباب تبوي بقول دور هذا دور دور قرح هل كان هو كذي بقول دور إس إي في سي ميلنا مثل إس إي في في ميلنا حتى نطوره هريك الشغلية أن سهر عبد السلام واحد هرمي يستغل ما يهبر قدر أردن ما هرمي دي إياه حكومة هرمي يسوء أضي مرحان هرمي يسوء سياسي مرحان هرمي يسوء قرعستا مرحان هرمي يسوء لما حكومة يا حكومة هرمي هرمي قاطع حكومة تلافن قال اسكو هكا يا بيان لوشكا برو عبد الله يدالو هكا هكيس موريان بها هكيس أضاق القاطقة نكا قاطقة أو ولادك وعنابة دوي إيا كدريس كدورة دوقوة إيا كالصبابك يا بيت كمارة تدير يكون ما يمريانكا يا كذا راح تطلع ولا تكورها يا سومالية بنت مسكدي بنت مسكدي يا سومالية ما بقول شيء لا تكني ولا قبل صدي دي تني ضيعتي تكني عبار يعراض ما عايزته وكل عقرنا يذكر المية ما كل علنا ما كل علنا باور تتجني كذا يا قريه دي شيكا لورد يا مكانكنا رون ما سوشكنا ما سوشكنا رون ان علي سمغ المدافع ان سمغ ان هذا داوان سوا مد جرو اسك عصب الصومالي هذا عن كفرين خط كي كل ان شاء الله تعالى ان نبضين ان نبضون نمر هلك عن تشوبة الى الصومالي نبض نقطر ان شاء الله بالرب الله يوقف توجهية وحنا يا هاي أنا أنت إذا هلا قاطع أنا لو قاطع إن عفيان حتى وحنا ذي الشيء ما بدي هذا بقدر هلا عيد صدي على سكن عيا يو ورا يقلع يلا لا ما أعرف ورا ورا ما ورا لا يكيا وحنا ذي الشيء وحجر دران هي حد سليمان إيه بركت حلو جد كتري طب الله يا أفرج تبغى قف بيقظة ما بتودي ما بين هذا أنا قرش قرية أنت سوقات السوق الشيكة يبعد هذا يكفرتين أنا أريا 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 داخل دورينا ما هم داخلين ورواية ورارة وقل كان دقان كأنا دقا لكن قال يلعن أو يلعب أو يلعب برس ورارة لأنه نورو لكن ورارة مقتب به ساس إلي الرئيس يا حسين معي باين تاسو وإلى أهياء يقام أو مدر الصول كآه ورمسلين كهالك لغبت ريحة سليمان ومقتب سكبدي الرئيس يا حسين فرنسية ويسو دقا دقان قال يلعب ووحا انقلب صحارات اللي يقلب هلا سكفر وكب جيس كب جيس ديك عاود تو هو بيها تو على راه تو قرعي تو ما بيستحق الاولاد دتكو هكا البرسدين واش تعقل انه اول الاولين او واحد اولاد هوري هورينا هيا اما حبطت كينيا عيد ما هلا ابو حلال او ساو تبع حطك نخي تنجيز ما هي تو هكا ولا لا يا غير ميغا غير مقال بحكم وعن لا يا درتان dadku isma naaba reemiyi reem galbo wal isticliya dadkan walaalaha wixii wax kala tirsanaya ala kala qabuji u gardhacay saleeban gogol maan dhawato waadignay nabad baa lagu heshiyay dadkan muslimka ayaan isku soo faynin am xaar halka noo fadhida war niyo naqus gaala baa ka noo fariyo damag cadaarad ku shaqaysanahay war hawiyo toos war hawiyo toos war waxaan arkay niman walaalaha hawiya oo leh oo leh oo leh arya من أي محارب قميص تحاني يقلي وقديه ودوك الصومالي قلبي ورعقلي إني أهوي رعقلي إني أهوي وروح هاك كويت تبي أنت بس يا له أم بغلي أنا زياد برد داروضوا محارب أحمد بوري داروضوا أدي لك بدنا زياد برد داروضوا داروضا كل الدنيا يا حانك رد دارنك وربنا عقلي فيه ورب محارب كل شعل ورب مقارب كل شعل ورموحها أكبر تعلنك هاوياه ورطاره لو أديك لفتك على قدرائيك اللي قاوس ورستاقه اللي قاوس ورحويني اللي قاوس ورياره إنك جيس قواكي ورياره ورياره سيس قرآن ووحان قال إن مدى أو ضدك المسلم أو جاهلية داكتك
oo dadkan muslimku abaarta iyo gaajada iyo oonka iyo rafaad iyo colaada haysato, dadkiina qurbe qurbaha ku dhergayo oo daaco qurmo khanziirka iyo doofaar ka dhergayo has ku diraneen ilaahay ka yaala subxaana watacaala. Waxaan leeyahay reer xaaji Suleymaan akhyaartoodii shalay odayaashii markay soo fadhiisteen waa odayaashii baa hadda isku gacansay. Waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliya waxaa naga sugid maaha meeshaan joogta naga sugid maaha. Kuwa naga sugida hadda ah markii 14 qof la iska dilaayay waa kuwii joogay baad joog. Xaaraan weeye kuwa naga sugid maaha, xalaal ah maaha naga sugida galmudug, waa naga sugid xaaraan weeye. Maal ciidamo isku dhafa, ciidamo dir ah, cayn, salabaan, habargidin, mareexaan, jifooyinka soo dhan hana isku daro hana la taaban. Ama xaaraana ka madax bannaan, suufina ka madax bannaan, ha la sameeyo! Haddii kale, waxaan wasakhda naga kaxay, anagaa noo sheeginina. Waxaan leeyahay marka beesha mareexaan dad bay iska laayeen. Yani madaxweynuhu waa yimid, waa loo mashxaraday, nabadii qoryihii waa la dhigay, dadkii waa kala baxeen. Laakiin waxaan leenahay mooryaantiina weli waa joogaan, dadkiina waxbay kala tirsanayaan. Waxaan leenahay mareexaan oo odayaasha mareexaan halkan aad moodi tubaaka inay cunaan ama aad moodi inay sixran yihiin, qaarkoodna miyuu naaqusiyo ay u shaqeeyaan, qaarkoodna munaafaqada iyo qurbaha ay ku xidhan yihiin waa oga. Madaxweynuhu digreetaha soo saaro qoorta laga jarayo, wixii dadka isku diraya, wixii dadka kala qaybinaya, wixii munaafaqad wada, war maaragtay maxkamadii madaxweynuhu ha shaqaysto. madaxweynuhu wax galmudug la yiraahdo meeshaan kama jirto, maasha allah waa soo saaro madaxweynuhu gobolka madaxweynuhu waa la wareeyay, dadkan xoolaha ka qabta madaxweynuhu, ciidamo federaal oo xalaal ala keenay meesha tana dilaa gudnaayo. Waxaan qurunka baa nacnaa dilaa gudnaayo. Xooluhuna dhusamareeb jacdaa ma soo dhaafa, waxaan qurunka la qaybsanayo. Marka ciidamo boolis oo isku dhaf ah oo la tababaray oo dowladdu tababartay oo communicationkoodi iyo telefoonadoodii wata rigli ah hegan oo madaxweynuhu waa military chief of military, madaxweynuhu isma oga miya horta, maxaa ka dhiman madaxweynaha, madaxweynuhu leeberka uu ka jago Soomaaliya isma oga chief of military inuu yahay isma oga xoogga dalka Soomaaliya madaxweynuhu inuu xukumo Soomaaliya wey Soomaaliya inuu xukumo madaxweynuhu isma oga isma oga war ilaahay ayaa yaqaan umadana suuga taala madaxweyne u shaqeysa sida madaxa carab Trump tuulo haddii qalaas ka dhaco amar uu bixiyo ciidamo heegana oo diyaarada aad ku saari kartid iyo baabuur waa inaad leedahay mataale madaxweyne xataa waxa kan madaxweyne masiil yeelaya guddiga xasiliinta ee caamuma ee galgaduud ee mudug guddiga xasiliinta ayayna hawshagee maalin madaxweynuhu telefoonka waa inuu haystaa step by step waa inuu la socdaa degmo kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kasta waa inuu la socda madaxweynaha Soomaaliya. Intaasna waa canaanta jaala madaxweyne, canaanta oo adkaysa jaala madaxweyne. Waana kugu mahadnaqayaa wixii fiicnaa aad samaysay, laakiin hawsha waa inaad dhamaystirtaa. Nidna ha ku halaynin hawsha, oday ha ku halaynin, guddi xasilin ha ku halaynin, naba sugida ha ku halaynin, militari ha ku halaynin, telefoonka waa inaad haystaa jaala madaxweyne, aarkaabuna waa inuu shaqeeya jaala madaxweyne. dhusamareeb baa laisugu tagayaa galmudug iyo baalkii xagaa lagu sharayaa, intaasoo milyan baa lagu cunayaa, jabuuti baa la tegayaa, malaayiin baa la qaybsanayaa, sir been aa lagu dhawaaqayaa, malaayiin baa la cunayaa, dadkiina gaajay abaar iyo colaad iyo cudur baa dilay, waxaana looma qabta galmudug been wey. Waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha joogta ayagana waxaan leenahay dalkiinii soo dhisa, waxaan intaan ku darayaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya wuxuu joogaa dalkan Imaaraadka Carabta. intaan baan ku darayaa iyadana canaan yar baan dirayaa. Waxaa la socdaa wasiirka arrimaha dibadda cawad, waxaa la socda kii amniga qaranka, laba wasiir baa la socota, iyo ra-iisul wasaarihii. Waxaa qaabilay wasiirka tamarta ee dalka Imaaraadka Carabta, tamarta waana si fiican iyo dhuux warkayga dhuux wasiirka tamarta energy ayaa qaabilay. Imaaraadku iyo carabtu waxay ku jiraan dalalka qaraxyada ka wada dalka Soomaaliya, walaalaha iyo weyo arbeen muslim ah, gaalana waa leeyihiin daris baan nahay. Dalka Yemen way gubeen, wadamada khaliijku, Suuriya way gubeen, Ciraaq waa gubeen, Liibiya waa gubeen, Soomaaliya waa gubeen, meel walba waa gubeen. Ayagiina colaad baa ka dhex dilaagan oo qadar iyo adilay gudmay xaqiiga dhex taagan. waxaan leenahay
waxa loo jeedo waa xeebaha dalka Soomaaliya. Jasiiradihii Soomaaliya oo rag Soomaaliyeed ay gateen oo jasiiradda Socotra oo Boosaaso halkaa ka xigta oo 90 kilomitir oo jasiiradda adduunka ugu qurux badan ugu khayraadka badan ah waa tii Yemen lagu wareejiyey. Haddana Imaaraad baa la wareegay jasiiraddaas gabigeedaba oo maal gashaday, dhagaxeedii gurta, khayraadkeedii gurta, kalluunkeedii gurta, wixeedii gurta. 4-3 jasiiro oo kale oo Cabdiguray la yidhaahdo oo kalena iyaga khayraadkoodaas ayaa gurta. Waxaan ummadda Soomaaliyeed xasuusinayaa anigoo xurmeynaya walaalkii Cabdiwaliikaas iyo siyaasiyiinta la shaqaysa iyo gabadha soo xirtay khadka degada Boosaaso lagu wareejinayo, anigoo xurmo u haya Muuse Biixi iyo kuwii ka horreeya Siilaanyo ee maaragtay degada Berbera leh iyo eerboorada waxaan ku wareejinaynaa Imaaraad. Waxaan xasuusinayaa aqoonyahanada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha Isaaq, gaar ahaan kuwa Ciise Muuse iyo Sacad Muuse Berbera degah habrihii Isaaq baan xasuusinayaa ee maanta gaajada iyo silcu iyo saxariirtu ay ku diloodeen Berbera iyo Hargeysa iyo Burco iyo Waqooyi Galbeed iyo Togdheer. Waxaan xasuusinayaa beesha Majeerteen Weyne siyaasigeeda aqoonyahankeeda qurbajoogteeda. Waxaan idin xasuusinayaa waxaad wax badan iga maqasheen DB maxay shirkadda magaceeda DB World, the World shirkadda la yiraahdo ee shirkad caalamiya ee adduunyada bilaqaysata ay doonaysay inay dekadeeni la wareegto Itoobiya iyo Yuhuudda iyo dowlado badanna ay percentage ka siiso. waxaad ku cibro qaadatan Soomaalida carabta waxay ku maamadaa ama culimmada waxay yidhahdaa assaciidu man ictabara bigayri caqli waxaa leh waxaa guulaystay successful waxaa waxaa liibanay qofka gayrkiisa ku cibro qaato casharka qaata halay dowladda Jabuuti 2006 ee shirkadaas heshiis 30 sano u saxiixday 30 years shirkadii waa dhistay waa dhammaystay Jabuuti waa cayrisay shirkadii xeereerkay u jartay dalkana ka baxbay tiri waxay khatar ku tahay bay tiri shirkadaasi the sovereignty ama madax banaanida siyaadatu dowladu xukuumadda Jabuuti waxay khatar ku tahay amniga qaranka dalka Jabuuti bay tiri. Yaa beri dhihi kara, yaa beri dhihi kara miskiinka alla been ma sheego. caqli iyo garasho iyo garaadna alla waa siiyey. waana hogaamiye, waana imaam caadile. shadda Soomaaliya lagu taagan yahay inuu ilaaliyo. nin ku biila iyo nin shilin ku siiya iyo nin xoolo ku siiyana ma jiro. runtaana lagu dhacay. maana dhawataan miyuu naaqus iyo dulmiga ay geeska Afrika wadaan maan. yaan ka hadlay saa la yiri ogaadeen buu jeeda ogaadeen. waa ogaadeen soo kuwa la xasuuqaya maa. war kuwa la dhacaya Soomaa. war kuwa xabsi ogaadeen loo sameeyay Soomaa. war kuwa haweenkooda la qabsanayay Soomaa. horyaa alla yaqaan gaal waa gaal. ilaadeerkii way gaal kugu yahay markay macalin. shiqi tolki ma jarnato. shiqi iyo shariif ba. caqligaasna Soomaali qabiil nool ba qabiilkiisa. tuunga gaalka abuu kaa jecel yahay dilay gudmay. taanu ma galayo. waxaan leenahay Majeerteenka iyo Isaaqiyiin. waxaan leenahay. waxaan leenahay walaalayaal. carruurtiina agoon ha ka dhigin. Jabuuti baa xiriirka u jartay. wiig yadal soo raaday mise wiig yadal soo xeerirka oo jartay ka bax dalka, ka bax dalka. waa la qarameeyey dekadii, waa la qarameeyey Jabuuti. yes yaa disay DB the world waa mafio, waa gangistaro, waa dhigyacab, waa dad madaxyaala, waa dad dalkaaga iyo qaranimadaada ku soo duulay bay tiri Jabuuti. waa u tartay ayaga maxay international world arbitration meelda waxaan garab u dhiganaynaa beesha caalamka, maxkamadaha caalamka, dumaynaha haddii la ku idmahayo shirkad Jabuuti waana dhacday, waana bilaqaysatay. ayaa shirkadda waxay leedahay maya dekadda sidii hore ay ahaan jirtay yaan ku celinaynaayo birahanaga waa furfuranaynaayo anala ogolaa inaan birahanaga furfurano Jabuuti. nokabax waxa ku yaala meesha tan male khayaano qaran baad ku dhacdeen, idinkaa naxday, idinkaa heshiis ka baxay, idinkaa jabiyey, idinkaa tuuga xoolihiina waa ka dhigteen, ka baxa dalka. Gelle, Mr. Gelle, mar aan ku taageeraa jirta. yes! Mr. Gelle, today I'm supporting you. yes! Maanta garabka ayaa taagna Cumar Geelow. inkastoo afhan xaariga ku hadashid. 4.5 rin oo keentay. farxad beer beer Soomaaliyeed ku dumisay. argixsan beer ku dumisay.
galmad ugu iyo soomaaliyeed oo qabiilada kala duwan ee militariga soomaali muxuu halkaan u keenay? Wallahi sa nabad idin keeni karin, maad nabad qaadataan Mareykanka, Mareykanka gadow maad nabad qaadataan heshiis cudada iyo iska days raxweyne, maad heshiis Kismaayo daaroodka xooga ku haysto maad ku heshiisaan, oo dhexdiina heshiisaan Soomaalida la heshiisaan, hooy maad heshiisaan, horay maanta, horay maanta barwaaqo haysataan, horay maanta joogtaan, horay maad joogtaan, horay maad dulmiga iska daysaan, oo dadka Allah ina saaqa jareerka iyo raxweynta iyo yani masaakiinta Allah ina saaqa maad daysaan, horay jooga, horay jooga, war awoodaha ku kibrinna, war Ilaahay baa wala hul kibriya, war joog, war daarada u joog. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ha walaalowdo, ha isgacalsato, ha iscafido. Waxaan ku baaqayaa beelaha Saleebaan iyo Marlabaad iyo Masaddexaad iyo Reer Siyaax Xuseen, gogol nabadeed fariista, culimaauddiinka, akhyaarta, maamul ma jiro, wax kala celiya idinkal celiya ma jiraan. Isu gardhigta magta iska bixiya Saleebaan 13-14 nin oo magta adisheen walaalayaalow, reer Xaaji Suleymaan, reer Xaaji Suleymaanow, anigu boqol shan Soomaali, waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsidiin. Intaad magta bixinaysaan reer Siyaax Xuseen iyo Mareexaan degaankooda ha imaanina. Tignikada iyo xoogan aad ku faanaysaanna Ilaahay ba xoog leh jooga. Dariiqa fiican baan idin tilmaamaya, gogol nabadeed dhiga, la fariista, magti iska bixiya, gabdho godob reer baa la dhahaya bixiya, cinaamad saara walaaliyay, kaalaya la soo dego wadda oo la joogo oo la cabdo oo kaalaya abaarta ka soo baxo, kaalaya degaankooda dega. Yaa idin jiidan? Ma dariiqa wanaagga qaadaan walaaliyaan Salimaan. ورد عليه شيء رزح زين لا شيء ومر والبنجي صور على يانا قهات حابد دار سلام على كفر إنسان لورد إنسان حاد كفر إنسان ورا ريال لمن علوم باتين ريحة سليمان بلا يدنا خيار باتين حادت كان غير ميجا وأبارة أي علاضة أي عذر كأي قاتشة ورد ما قاتشة عبد الله نحده والله ونتي بالله تلا حاد كفر إنسان ugu dambayntii hooyaday baan aadayaa, hooyaday warka soo gabagabey bay tiri, intaas ayaan ku gabagabeynaya akhyaarta sharaftaba banaankii ayaan u baxayaa. Waxaan leeyahay si degdega baabuurta tiknikada ah oganaysa Bangeele ilaa iyo Xarambure, waxaan leeyahay inta udhaxaysa alaka degdega lagu walaqaado kala kaxaysta tiknikada Saleebaan u tiknikada aday dhishikaa walaal ula noqo, walaalow gogol dhig, walaalayaalow Muqdisho meel walba, walaalayaalow nabad hala dhigo. Waxaan leeyahay maxkamad cadaalad in hala sameeyo, ciidamo Rigliyan hala sameeyo, deegaankan Caabudu Waaqne ciidamo Mooryaano oo jaad la siiyo duurkii Hilbana loo qalo, naafta iyo gaas ay ku xawaarayaan la siiyo. Hal maahane warar Caabudu Waaqo oo iscafiyo oo waxaad kala tirsanaysaan iyo waxaad iska disheen, war sidnaba u kala baxo magtiya la bixiyo, waxa nimanka qaatiliinta oo dadka laayo magaalada dhex marayaan khadka maasha allah. Markaas Soomaaliya nabad baa ka dhacday, barwaaqa ka dhacday, horumar baa ka dhacay, walaalnima ka dhacday. Halkaasaan iska qoraxaysanaynaa, barwaaqan ku noolnahay, nicmaan ku noolnahay, ilaahay unbaan ka baqnay subxaana watacaala. Maasha allah, yani alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Waaridkay baan halkan u joogaa. Maasha allah, maasha allah, nicmadaasaan ku jirnaa. Maasha allah, halkaas hooyaday baa yani geedkaas hoostiisa maasha allah harsanaysa. Waan baarriwaahay, waan u joogaa, aan wiilkeedii aan maaratay jeclaa aanahay, hooyadiisa iyo aabihiisba jecel iyo waardkiis iyo Soomaali weyn. Maasha allah, halkan waad isku bedelaysaa, xooggaagii baa soo noqonaya, dhalinyarana nimaradaadii baa soo noqonaysa, shariif toban jir baad u ekaanaysaa. Maasha allah, gabdhuhuna waaba ku caddaanayaan meesha tan, qurux bay ka qaadayaan, wiilashana sidoo kale, caruurtuna maasha allah dugsiyada qur-aanka, anigaaba dugsiyada qur-aanka dhigto maasha allah. salaad fiqiga la galaa, barqadii baa laga soo baxaa, waa lagu noqdaa, kutubtii baa la akhrisanayaa, cilmigii baa la baranayaa, sharaf iyo wanaag baa dhulkeena jooga. Dhulkeenu waa barwaaqo, waay aan isu caysanaynaa, waay aan isu dagaalaynaa, waay aan isu maxabadaynaynaa, waan aan isu dhaawacaynaa, waay aan isu barakicinaynaa, waay 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 Soomaaliyeey, caqligiimi aaway,
garaadkiini aaway kartidiini aaway maan geeda beeranno maan beeran falanno maan ceelan qodno maan istaala dhisno maan iskuulla dhisno maan hadii ilaahay ku idmaayo dadka gaajaysan quudinno maan kuwa jirin maaratay goobo caafimaad u samayno maan sida sudhaano maan dadkeena waxtarno xabadda aan wiilasheena ku dilayno isku dilayno maan nagu naaq isku jeedinno cadowgeena ugu jeedinno xamar waxaan ugu baaqayaa iyadana nabad waarta baan ugu baaqayaa magaalada muqdisho walaalahay hawiye walaalahay daarood dadka halkaa degan raxweyn nabad baan ugu baaqayaa war degaankiina iyo dadkiina ha iska dilanina war nabad qaata buuxda war magaalada hadday qurux noqoto idinka iska leh war idinkay qurux idiin noqotay war walaalayaal war heshiiya war ka qaatilka qabiil ma leh war nabadiidku waa daalim war iska qabto war heshiiya war magiciin jir war dalkeena nabad aan ka dhigano waxaa leeyahay gaalkacyane dadka la shirquulahayo ha la joojiyo oo colaadan hanala ka daayo saasaan lenahay qorax laa ilaaha illallah tuso yaa salaam qorax yaa salaam hersan soomaaliya qorax yaa salaam baraf baad ku jirtaan idinku iyo qabow iyo maaragtay yaad saacaddaa ku jirtaan anaguna maasha allah maasha allah maasha allah haddii ilaahay ku idmaayo waa miskiinka alle haddii ilaahay ku idmaayo halkaasaan iska joogaa kuma guursan maasha allah guurna hadartaan anugu hadde madaxaygaba kuma jiro hooyaday baan u shaqeeya u khidmaya u adeega waalidkii alxamdulilah mar aabayna halkaan guryahan gadaashood degan yahay maasha allah yaan u dhaxeeya aabaayo hooyada alxamdulilahi rabbilcaalamin ilaahu baarik adhig rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وعلى أن الصوماليا رواق هرمر نعمة الله كسو دوال دلك نهويو صومالي وين قرح وناد عد يعانو نبدجلي هرمر دلك أن نبدأ أن قد نغنو ما شاء الله سو دوالا لما أنت ومسكين كالله أويد الله وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن أريد أن أقول لكم